السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة عندنا درس جميل جدا اسمه أسرة سعيدة. الدرس بتاعنا هيكون في أم وأب وبنت وولد وإخوات، وهنبقى درس جميل جدا وهنستمتع فيه مع بعض. عندنا يا أصدقائي الطفل الجميل دوت، صديقنا الجميل دوت اسمه ايه؟ بيقول أنا باسم. اسمه ايه؟ أنا باسم. يبقى ما ننساش صديقنا اسمه ايه؟ باسم. طب نشوف اخته اسمها ايه. عندنا اخته البنت الجميلة ديت اسمها بسمة. اسمها ايه؟ بتقول على نفسها ايه؟ انا بسمة، انا بسمة. طيب نشوف بقى الولد الجميل اللي هو اسمه باسم، بيقول على اخته ايه؟ بيقول اختي بسمة، أختي بسمة. طب بقى بسمة بتقول على باسم ايه؟ أخي. اسمها اسمه أخي، أخي باسم، أخي باسم. الله، باسم بيشاور على باباه، بيقول عليه ايه؟ أبي ضابط، أبي أبي ضابط. طب ومامتهم ايه؟ مامتهم ايه؟ امي معلمة، امي امي معلمة. يبقى احنا اخدنا الاخ والاخت وابي وامي، امي وابي واخي، اخي واختي. احب امي وابي، احب ابي وامي. اهي امي وابي. باسم بيقول احب ابي وامي. الله، اسرتي سعيده، اسرتي سعيده. يبقى ابي الاب والاب والام والبنت والولد بسمه وباسم وابي ضابط وامي معلمه، كلنا اسمنا ايه؟ اسره، اسرتي سعيده. عندنا ايه من القران الكريم عايزين يا اصدقائي نقراها مع بعض ونتعلم منها. قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه احسانا. يعني ايه يا اصدقائي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وصانا وامرنا ان احنا نعامل بابانا ومامتنا بالحسنى وبطريقة جميلة عشان نكون اسرة سعيدة. يبقى لازم كلنا نحترم بابا وماما. عندنا هذا، احنا اللي شايفينه الكرتون الجميل اللي احنا كلنا بنحبه، بنت نشاور عليه، لما نشاور عليه نقول عليه ايه؟ نقول عليه هذا، هذا ولد. ينفع نقول هذا بنت؟ لا، ده ولد، يبقى هذا ولد. الله، الكرتون الجميل اللي كلنا بنحبه، بنت نشاور عليها نقول ايه؟ هذه بنت، هذه بنت، هذه بنت. شاطرين جدا يا اصدقائي. الله، الولد دوت بيشاور على اصدقائه وصحابه، نقول عليه ايه؟ نقول عليه بيشاور، نقول عليهم ايه؟ هؤلاء، هؤلاء اصدقائي، او هؤلاء اخواني، هؤلاء. يبقى مشاور على مجموعة من الأفراد أقول عليها هؤلاء. شاطرين يا أصدقائي. احنا بقى دلوقتي داخلين على مسابقتنا مع الديك النشيط، كله يحضر نفسه، يلا بينا مع بعض. جاهزين؟ مستعدين؟ السؤال بيقول وصل الاسم بصورته. عندنا الله يا أصدقائي، عندنا الصور اللي احنا لسه شايفينها، باسم وبابا وبسمة ومامتهم. طيب نوصل بقى، نقرأ مع بعض. أختي بسمة، يا ترى يا أصدقائي، أهي اللي هي متلونة باللون الأزرق الجميل.
اختي بسمة، نوصلها بمين؟ شاطرين فعلا، ببسمة. طيب امي معلمة، امي معلمة، الله، نوصلها بمين دلوقتي؟ امي معلمة، طبعا نوصلها بالام. ممتازين يا اصدقائي. طيب ابي ضابط، ابي ضابط، نوصله بمين؟ طبعا نوصله بابي. اخي باسم، اخي باسم، ممتازين جدا يا اصدقائي، نوصله بباسم. ممتاز. تاني سؤال يا أصدقائي بلعبتنا الجميلة، وصل بالمناسب. احنا خدنا هذا وهذه وهؤلاء، عايزين احنا عندنا هنا البنت أختي، ودوت الولد بنتين أخي، وهنا إخواني. طيب هذا نوصلها بمين؟ طبعا قلنا هذا طب ينفع يا أصدقائي نوصل هذا بأختي؟ أختي هذا؟ لا، هذا أخي، هذا أخي. شاطرين يا أصدقائي. بعد كده عندنا هذه، هذه، هذه مين؟ هذه أختي، هذه أختي. عندنا هؤلاء، هؤلاء، هؤلاء مين؟ طبعا يا أصدقائي هؤلاء إخواني. شاطرين جدا يا أصدقائي، سقفة كبيرة ليكم إنكم كلكم جاوبتوا صح. كده يا أصدقائي نكون انتهينا من درس النهاردة. أسرة سعيدة، درسنا سهل وجميل، ورب تكونوا استفدتوا بيه معانا، ومع وعد بدروس أخرى إن شاء الله، مع نفهم نتعلم ببساطة.